تخيل ان هذا اكل سعودي الهمسر، تخيل ان انا قاعد اسوي بف منت ويغمش، هذه الاشياء اللي متعودين عليها نروح ناخذها بصحن قصدير في مطبخ فرنسي، في مطبخ لبناني، في مطبخ ايطالي، في كل المطابخ الا المطبخ السعودي مو متواجد، يعني مو متواجد اللي عندنا. يعني هذا كان حلم ايمان بزاز، هذا كان حلم نجلة العتيبي، سارة الجهني، اروى، كلنا كسعوديين، حتى اللي صممت المكان سعودية. اسمي إيمان قزاز، ولد في البرازيل وعشت في 6 بلدان، وكل بلد أروحها أتعمق وأتعرف على عاداتهم وتقاليدهم وأكلهم إلا بلدي. كان في زي المهرجان كده في جامعة، حاملين أكل وثقافات من حول المملكة وأشياء زي كده، وأكلت أكلة استغربت من طعمها، مني عارفة إيش هي، فقلت لها حلوة هذه طعمها لذيذ، إيش هو ده؟ فقالت لي هذا الجريش. قلت لها من أي بلد هذا؟ قالت هذا سعودي. هنا كانت الصدمة، كيف ما أعرف دي الأشياء. فجات صاحبتي اسمها عليا، عراقية مغربية، كانت معايا في الجامعة، قالت إيمان ترى ما في أحد يعرف عنا السعودية والأكل السعودي، ليه ما تبدأي قناة على اليوتيوب تطبخي أكل سعودي؟ فلما قالت لي كده قلت كده أقدر أكون سفيرة، أسوي طبخات سعودية وأعلم العالم باللغة الإنجليزية كيف نطبخ الأكل السعودي. Hello everybody, welcome to the Saudi cooking channel. My name is Iman. أنا من 2012 أعلم الطبخ السعودي، بدأت حسابي على اليوتيوب في 2012 ومستمرة علينا اليوم، ومحتاج جهد شيء ما هو سهل. فلما بدأت القناة طبعاً أنا ما أعرف ولا شيء عن عاداتنا ولا تقاليدنا، يعني الأشياء اللي كنت أكلها عند أمي هي اللي بدأت أكلمها وأسألها وأقول لها هذه كيف تصير وهذه كيف تصير، أكلم الحريم الكبار اللي في عائلتي أسألهم إيش الوصفة هذه إيش الوصفة، وأبدأ أجمع معلومات بثقف نفسي وبثقف متابعيني. فبدأوا الناس يقولوا لي إيمان أبدأي بيعي أكل، نفسنا ندوق أكلك، نفسنا نشوف مثلاً كيف طعم أكلك يطلع، لأنه مرة بتشهينا مرة بتحمسينا مرة بنتعلم منك أشياء كثير. فجاتني فرصة في موسم الرياض، أنا شيف نجلة العتيبي. بدايتي أنا كنت شيف بيستري وأخذت دورة في باريس للماكرون، بعدين سويت بزنس هوم في البيت مدة 7 سنين وأنا شغالة في البيت. من ثاني ابتدائي وأنا أطبخ تقريبا، طبعاً أمي كانت تعيي علي لا أنا صغيرة وكذا، فلما صريت قلت يلا علي. حبيت المهنة، يعني حبيت صار في شغف، يعني صار في حب للمطبخ، لدرجة إني أروح أشوف أنواع الأفران وهذا ينفع وهذا ما ينفع، وصرت أدرس على اليوتيوب، يعني أدخل على قنوات اليوتيوب وأشوف الشفات كيف بيطبخون إيش نزل جديد، يعني دراسة عن بعد يسمونها. بعدين انتقلت بعد هذا كله لرويال كيترينج جامعة نورة، بعدها جت الفرصة مع أستاذ عبد الرحمن الخثلان وأستاذ إيمان قزاز وشيف سارة وشيف أروى فكرة زاد. أنا في زاد هيد شيف، الهيد شيف غير إنه بيطبخ هو مسؤول عن المطبخ ككل. يعني أنا لما سمعت ستوري يعني تكلم عن المملكة وعن بيئتنا وعن إيش الموجود عندنا، قلت أيوة هذا اللي أنا أبيه للأكل السعودي. فلما قال لي عبد الرحمن أعمل المنيو حق مطعم زاد لموسم الرياض، نبغى أكل سعودي فاين داين، رجعت البيت وقلت يلا بيني وبين نفسي خليني إيش الأشياء اللي حتلهمني،
أوكي، كيف نجمع السعودية في منيو واحد؟ يعني مع غض النظر كل الاختلافات اللي موجودة، كيف نجيب السعودية في منيو واحد؟ بالنسبة لي هذا كان يعني شيء مرة صعب، بالذات لما تقرأ وتعرف الوصفات المختلفة اللي موجودة حول المملكة عشان نجيبها في منيو صغير، كان شوية يبغاله تفكير وما في وقت. يعني يا دوب أسوي المنيو، أكتب الوصفات، أعمل التجارب في المطبخ، بعدين أدرب التيم حق مطعم زاد على أساس يسووا وصفاتي ويتقنوها بطريقة صح، وكمان كيف نزين الصحن. فقلت خليني أسمي المنيوهات على مناطق المملكة كصفة عامة، يعني مثلاً في الكورس عندك مين كورس وعندك أبتايزر والمين كورس والحلا، هذا اسمه بحر الأحمر، وعندك ربع الخالي الكورس، وعندك الواحات، وعندك الحجاج. فكل كورس طبعا فيها وصفات مختلفة. يعني البروسيس كانت متعبة، يعني فعلا كلنا التيم كنا يعني ما نشوف أهلنا. أنا عندي 4 أطفال ما أشوفهم إلا وقت النوم، يعني نشتغل يعني تقريبا 24 ساعة في 24 ساعة عشان نطلع النكهة اللي إحنا نبغاها. صعب، يعني مستحيل أي أحد بيسويها في شهرين يسوي مطعم، يسوي منيو، يسوي تيم، يعني ما كان فيه ولا شيء. وحققنا النجاح هذا في موسم الرياض في خلال شهرين، وما كنت أتخيل إنه حاجة زي كده ممكن تصير. حاجة يعني تحس بفخر، يعني تحس إنك أنت سويت شيء، إنك أنت وصلت رسالة بلدك للعالم، إنه شوفوا إحنا إيش، إحنا مين، مش قاعدين نسوي. يعني إحنا عندنا ثقافتنا متنوعة وعندنا أكل متنوع، فالناس مو عارفة. يعني لما يجينا الجيست هنا الأجانب لما يجوا ويأكلوا الأكل يقولوا إحنا ما نعرف لا كبسة، يعني سعودية خلاص كبسة. فهم يعني عجبهم فكرة وعجبتهم إنه كيف السعودية فيها هذه الثقافات كلها. أنت لما تشوف المنيو حقنا تعرف إيش علاقة الثقافة. إحنا من كل مدن السعودية جبنا أطباق، الحمد لله ما حد طلع من هنا وقال مش دعوة أفل ولا أحد. فلما جو الأجان كذا لترلي كذا قالوا واو. أنت أي شيء تقدر تخليه فاين داينينج بالتقديم، طريقة التقديم كيف تعرضها، هي نفس الريسيبي بس المكونات تكون أصلية. نحن كدورنا، أنا كيف أشوفها كإيمان، دوري في مثلاً ألعب دور في مطعم زاد، كيف ندعم بلدنا بالمنتجات اللي تتصنع في البلد، كيف ندعمها ويعني يكون في استمرارية إنه ينتجوا أكثر، مو بس نقدم أكل شعبي وأكل سعودي، بس ندعم بلدنا والناس اللي بينتجوا الأشياء التراثية القديمة، السمن، الإقط، هذه اشتري من عندهم. أنا قاعدة أسوي حلم، حلم يعني كان يوم من الأيام حلم صار حقيقة. سعودي كوزين، فاين دايني، تحداك تلاقي في أي مكان. تخيل إن هذا أكل سعودي الحين صار. تخيل إن أنا قاعدة أسوي بوف منت ويغمش، هذه الأشياء اللي متعودين عليها نروح ناخذها بصحن قصير و... هذا الحين فيا إيماج. تخيل الأربع الفليفرز اللي هو الحلو، المالح، الحار والحامض. واليابانيين اخترعوا شيء اسمه الأومامي. إيش هو الأومامي؟ الأومامي شيء لما تاكله تبي تاكل ثاني، زي السوشي، وأي شيء فيه له أومامي ما يحتاج ملح كثير. أنا كان يهمني أكثر حاجة الطعم، إنه كيف نخلي الأكل السعودي يكون فيه له أومامي، وبالطريقة الأصيلة، بالطريقة المبسطة. كيف نضيف الأومامي؟ مثلاً أوكي، مثلاً المشروم، الفقع، أشياء زي كده اللي طعمها زي الطبيعة، طعمها زي اللي يقولوا لها earth، زي الأرض. هذه اللي هي الأمامي اللي تضيف النكهة اللي تعمل التوازن. رسالتي أنا لكل شخص عنده حلم يبغى يحققه، لا تقول مستحيل ولا توقف عند أي عقبة تجي قدامك، بالعكس العقبة هذه خلها زي الستيب، خلها زي الدرج لك انك انت تطلع للستيب اللي بعدها.
لو حتستنوا أحد يوم من الأيام إنه ينجحكم عمره ما حيصير الحلم حقيقي. هذه النصيحة الوحيدة اللي أنا ممكن أعطيها لأي شخص. أنت ممكن ما تعرف طريقك فين يوصل، ولا أنا في بداياتي ما كنت أعرف فين نهايتي، لكن خطوة خطوة وخطوة خطوة سبحان الله البيبان تبدأ تتفتح مع الإصرار والاستمرار، وحتوصل مهما كان. مستحيل إنه أحد ما يصر وما يوصل.